بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السادس من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الآخر سنة 44 و400 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا المجلس السادس نتدارس فيه كلام الشارح رحمه الله تعالى على خامس أحاديث العمدة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تتمة لما سبق من الأحاديث عن أحكام الطهارة الذي ما زلنا في أوائله، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نقرأ كلام الشارح لنفهم الحديث إجمالا، الحديث فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هاهنا بروايتين، إحداهما الأولى منهما في الصحيحين، والثانية عند الإمام مسلم في الصحيح تفرد بها رحم الله الجميع. الرواية الأولى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي لفظ عند البخاري ثم يغتسل فيه. النهي هاهنا في هذه الرواية عن ماذا؟ لا يبولن، النهي عن البول في الماء الدائم، كما سيشرح المصنف المراد بالماء الدائم على أقوال الراكد أو الذي لا يتحرك، النهي عن التبول في الماء. قال: ثم يغتسل فيه. هل هذا نهي ثاني؟ لما أقول لك لا تخطئ ثم تعتذر، النهي عن الخطأ أو عن الاعتذار؟ لما أقول لك لا تخطئ ثم تعتذر، أنا أنهاك عن الخطأ أو عن الخطأ وعن الاعتذار أيضا؟ هكذا يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. اختلف العلماء هل الاغتسال أيضا منهي عنه في هذا الحديث أو لا، بناء على إعراب الفعل يغتسل، هل هو بالرفع ثم يغتسل منه أو فيه، أو هو على النصب ثم يغتسل، أو هو على الجزم ثم يغتسل منه. فإن قلت على الجزم فيكون معطوفا على النهي: لا يبولن ثم لا يغتسل، فيكون النهي عن الاثنين. وإذا قلت على الرفع فليس ظاهرا في صراحة المراد بالنهي عنه. ثم تأتيك الرواية الأخرى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، النهي عن ماذا في الرواية الأخرى؟ عن الاغتسال، لا يغتسل. السؤال: فهل نقول إن الرواية الثانية لا يغتسل كافية حتى لو كانت الرواية الأولى فيها احتمال، فنستغني بالرواية الثانية التي صرحت بالنهي عن الاغتسال عن الاحتمال في الرواية الأولى؟ هل هذا يغني؟ الجواب لا. ليش لا؟ لأن الرواية الثانية في الجنب والرواية الأولى في البول،
فلو لم يثبت لنا من الرواية الأولى النهي عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول لن تكون الرواية الثانية صالحة للاستدلال، لأنها تتكلم على الجنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ولا يتناول حالة الماء الذي وقع فيه البول. بمعنى آخر، الروايتان للحديث لهما دلالتان مختلفتان، إحداهما عن الماء الذي وقع فيه البول، والثانية عن الماء الذي اغتسل فيه الجنب. بعبارة ثالثة، الحديثان يبينان معنى مهما في أحكام الطهارة، وهو حكم الماء الذي وقع فيه البول أو اغتسل فيه الجنب. يعني إن البول أو الجنابة إذا أصابت الماء أثرت فيه. ما نوع التأثير؟ سلب الطهورية. البول نجس، فوقوعه في الماء يسلبه الطهورية إلى النجاسة، على خلاف وتفصيل الماء القليل والكثير، الماء الراكد، الماء المتحرك، لكن الشاهد في المجمل أن النجاسة وهي البول إذا وقعت في الماء سلبته الطهورية. ولهذا قال لا يبولن ثم يغتسل، لأن البول في الماء يمنع الاغتسال. ما سبب منعه من الاغتسال فيه؟ سلب طهوريته. والحديث الثاني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لماذا نهى؟ لأن الجنب لو دخل في الماء كانت الجنابة سالبة لطهورية الماء، فهل تجعله نجسا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول نعم إن سلب الطهورية يكون نجسا، ومنهم من يقول لا بل يسلب الطهورية إلى الطهارة فيكون طاهرا لا طهورا، فيكون مستعملا في العادات لا مطهرا في العبادات، يرفع الحدث ويزيل النجاسة ونحو ذلك. هذا هو حديث مجلس الليلة، وهو من الأحاديث التي أدار عليها الفقهاء رحمهم الله كلاما عظيما غاية في الفقه ودقة الاستنباط. والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أتى على طرف من ذلك العمق الذي تناوله الفقهاء. فمجلس الليلة مع أنه حديث واحد وقد لا يكون طويلا كمجلس الأسبوع المنصرم، لكنه دقيق عميق، وفيه من الفقه الذي أفاض فيه الشارح رحمه الله بناء على ما يؤخذ من دلالة الحديث، فهو تطبيق عملي فيه إثراء. وما زلت أقول مثل هذه المجالس ومدارسة مثل هذه الكتب تثري طالب العلم، سواء كان مبتدئا فإنه يفتح عينيه على مثل هذه الملكات ليوشك يوما ما أن يتملكها، والمتوسط أحرى بالفائدة، والمتقدم يشحذ الفهم ويدرك تماما مآخذ العلماء وطرقهم رحمة الله عليهم في التعامل مع الأحاديث واستنباط الأحكام منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله الكلام عليه من وجوه. ابتدأ المصنف رحمه الله مباشرة في الحديث على المسائل المتعلقة بالحديث، بدءا من قوله الماء الدائم وما المراد به، لكنه لم يتطرق رحمة الله عليه للخلاف في إعراب الفعل يغتسل الذي أشرنا إليه قبل قليل، هل هو يغتسل أو يغتسل أو يغتسل بالجزم. وللعلماء فيه كلام، أو جزه الصنعاني لمن أراد التوسع فيه، أو جزه الصنعاني في العدة ناقلا عن عدد من شراح الحديث كالقرطبي في شرح مسلم والنووي كذلك والزركشي في ضبط الأحاديث. قال الزركشي هو برفع اللام وهي الرواية الصحيحة، هكذا جزم الزركشي أن الرواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، وكذا قال القرطبي في المفهم والنووي في صحيح مسلم، يعني لا يبولن ثم هو يغتسل منه، فاتفقوا على أن الرواية بالرفع. أما النصب فالأغلب على تضعيفها وعدم تسويغها لغة. قال القرطبي ولا يجوز نصبها إذ لا ينصب بإضمار أن بعد ثم، يعني ما تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم أن يغتسل على تقدير حذف الناصب، قال هذا لا ينصب إلا بإضمار أن، وأن لا تضمر بعد ثم. ثم قال القرطبي وقيده بعضهم بجزم اللام عطفا على
لا يبولن، يعني لا يبولن ثم لا يغتسل، فجعله معطوفا. قال القرطبي وليس بشيء، ما هو؟ الجزم، فضعف النصب وضعف الجزم ليبقي الرواية على ما صححه بالرفع. لماذا ضعف الجزم؟ قال إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن، مثل ما قال في الأولى لا يبولن. قال لأنه حينئذ يكون عطف فعل على فعل لا جملة على جملة، والأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيده بالنون الشديدة، وأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد وهو الماء، فعدوله عن قوله ثم لا يغتسلن إلى قوله ثم لا يغتسل دليل على أنه ما أراد العطف بل أراد جملة جديدة. ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل. قال وإنما جاء ثم يغتسل للتنبيه على مآل الحال، معناه إذا بال فيه فقد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول. لا يبولن ثم هو قد يحتاجه فيغتسل، فإذا يكون قوله ثم يغتسل لا علاقة له بالنهي بل هو لبيان مآل الحال. أما النووي فقد نقل عن شيخه الإمام النحوي بن مالك أنه جوز فيه الجزم عطفا على لا يبولن، وجوز النصب بإضمار أن، وأعطى ثم حكم الواو في الجمع إذا عطفت الجمل فإنه يجوز أن يعطف بحذف الناصب وتقديره. هذان قولان، القرطبي ضعف النصب والجزم، والنووي نقل عن ابن مالك تجويز الأمرين. قال النووي أما الجزم فظاهر وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن المهي عنهما الجمع دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد إلى آخر كلامه. وعندئذ فسيكون المنقول عن العلماء تجويز الثلاثة الأوجه في لام يغتسل. يقول الصنعاني رحمه الله وذلك دليل على أنه لم يثبت الاقتصار في الرواية على أحدها. صححوا رواية الرفع لكن طالما جوزوا الوجهين الآخرين فإن ذلك له وجه. الحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أيضا الاستدلال بطريقة أخرى وذكر بعض المعنى المراد، لما تقول ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل، يعني خبر لمبتدأ محذوف، ثم يغتسل هو يغتسل، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. قال فإنه لم يروه أحد بالجزم، لأن المراد النهي عن ماذا؟ عن الضرب أو عن الجماع؟ النهي عن الضرب لا عن الجماع، فلذلك ما روي بالجزم هناك. فما وجه الرفع يضاجعها؟ نفس ما قلنا هنا في التأويل، يعني ثم هو يضاجعها. قال لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فيمتنع لإساءته إليها، فلا يحصل مقصوده وتقديره ثم هو يضاجعها. فهذا لبيان أن ما قالوه رحمة الله عليهم دلالة على تجويز الثلاثة الأوجه، والذي يستقيم منها لحمل النهي عن الاغتسال هي رواية الجزم ثم يغتسل. طيب فلو جعلناها على الرفع هل لها وجه في حملها على دلالة المنع والنهي؟ يقول الصنعاني رحمه الله وإن كان قد قال القرطبي الرواية الصحيحة الرفع، لكن حيث قد بقي لغيرها حصة من الملاحظة، يعني النصب والجزم، قال فالذي يقوى عندي أن الأرجح رواية الجزم. هذا من يقوله؟ الصنعاني. قال لإفادتها النهي عن الإفراد والنهي عن الجمع. إفراد ماذا؟ إفراد الاغتسال عن البول، فيكون المنهي عنه البول على حدة والاغتسال على حدة، ويفيد الجمع بينهما، بخلاف ما لو قلت ثم يغتسل فيكون النهي عن البول وحده. قال فإنه إذا علم النهي عن الإفراد فعن الجمع أولى، وحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الأكثر فائدة متعين لمناسبته لحاله، لأنه أوتي جوامع الكلم وهو الدلالة على المعاني المتكثرة باللفظ القليل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه: الأول الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ما معنى لا يجري؟
المتحرك غير المتحرك الذي لا يجري الذي لا يتحرك. فلما قال الماء الدائم، ما الدائم؟ هو الراكد. قال الشارح رحمه الله الدائم هو بمعنى الذي لا يجري، فيكون قوله الذي لا يجري ها تفسير الدائم واضح، هو تأكيد، فيكون تأكيدا لمعنى الدائم. هذا القول الذي جزم به الشارح رحمه الله هو أحد الأقوال الأربعة في تفسير معنى لا يجري. أما القول الثاني أن قوله الذي لا يجري احتراز عن الماء الراكد الذي يجري بعضه، مثل ماذا؟ قالوا مثل ماء البرك، البركة ماءها راكد لكن بعضها يجري، ما جريانه؟ إذا تحرك بالريح وجاءه الهواء تحرك بعضه، سطح مائه أو طرفه، فإنه قد يتحرك. فلما قال الماء الدائم الذي لا يجري احترازا عما قد يجري بعضه وإن كان دائما أو راكدا، هذا قول ثان في المسألة. وذكر المعنيين هذين ابن الملقن في الفوائد، قال والتأسيس أولى من التأكيد، يعني فحمل قوله الذي لا يجري على معنى آخر أفضل من جعله مؤكدا، لأن القاعدة تقول إذا تردد اللفظ بين معنيين يفيد أحدهما معنى جديد تأسيس وآخر والآخر يفيد تأكيد المعنى السابق، فحمله على التأسيس أولى من التأكيد. لما؟ لأن فيه زيادة معنى وحكم جديد. المعنى الثالث أن قوله الماء الدائم ثم قال الذي لا يجري، قال احترز به عن الماء الدائم، فإنه يجري من حيث الصورة ساكن حيث المعنى. هذا قول أيضا ذكره الصنعاني، قال لأن الروايات التي وردت بلفظ الراكد ما ذكر فيها الذي لا يجري، ولما جاء لفظ الماء الدائم قال في تفسيرها الذي لا يجري. هذا القول تعقب بأنه يعكر عليه أنه ورد أيضا في بعض الطرق لفظ الدائم كما عند مسلم، فلو كان للاحتراز لوقع بتركه الإخلال. المعنى الرابع وهو قول وجيه ويخرج عن الإشكالات السابقة في الأقوال الماضية، ذكره ابن الأنباري، يقول الدائم من كلمات الأضداد عند العرب، فيقال للساكن دائم ويقال للدائر دائم. فلما احتمل اللفظ معنيين متضادين احتاج إلى أن يقول الذي لا يجري صفة أو تخصيص لأحد المعنيين المشتركين في هذا اللفظ وهما متضادان، فقوله الماء الدائم الذي لا يجري لتحديد أحد معنيي الدائم في هذا اللفظ المشترك. فهذه أقوال ذكرت في ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، وقد رأيت أن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على كونه تأكيدا لقوله الدائم بمعنى الراكد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين ويقولون بعدم تنجيس القلتين، فما زاد إلا بالتغيير. طيب، الآن دخل المصنف رحمه الله، دخل الشارح في الكلام على فقه المسألة، وبكلام في غاية الدقة والتحرير، طريقة الحنفية، طريقة المالكية، الشافعية، الحنابلة في مسألة حكم الماء الذي يتقع فيه نجاسة، أخذا من أي شيء في الحديث؟ من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول، ولم ينهى إلا لأنه تنجس. فالسؤال هل الماء الذي تصيبه النجاسة يكون نجسا؟ الجواب فيه تفصيل، وللعلماء فيه مذاهب. ظاهر الحديث على ماذا؟ أن الماء إذا أصابته نجاسة فهو نجس ويترك ولا يغتسل منه، وهذه طريقة الحنفية في الإطلاق. ولهذا قال المصنف استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من القلتين، فإن الصيغة صيغة عموم. أين هي؟ الماء الراكد، كل ماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، قلتين أو أكثر أو أقل،
طالما كان ماء راكدا فإنه ينجس بأي شيء، بوقوع النجاسة فيه، سواء تغير ألم يتغير. هذه الطريقة وأخذوا فيها بظاهر هذا الحديث، وهو استدلال وله وجه. فما الذي جعل الآخرين يقولون لا الماء الكثير حكمه مختلف؟ دليل آخر، حديث آخر جمعوا بينه وبين ذاك. إذن من فقه المسألة أن تنظر إلى طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في التعامل مع هذا الحديث. ولهذا فإن الصنعاني أيضا لما جاء يعلق على شرح على كلام الشارح ابن دقيق العيد قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه أشار الشارح المحقق إلى المذاهب المشهورة في مسألة المياه، فلا غنى للناظر عن معرفة تلك المذاهب فيها، إذ المسألة من مطارح الأنظار. قال: وقد جود أبو الوليد ابن رشد المالكي في نهاية المجتهد ذكر مذاهب الناس فيها ومآخذهم، فمن تمام الإفادة ذكر خلاصة ما قاله، ولخص ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. فإذا أردت أن تفهم كلام ابن دقيق العيد هنا على الحديث عليك أن تلم أولا بجملة مذاهب الفقهاء وإيجازها كما يلي: الحنفي مالك رحمه الله روي عنه أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر قليلا كان أو كثيرا، فجعل المناط في ماذا؟ في التغير. قال: وهذا قول الظاهرية، هذه طريقة لمالك والظاهري أن العبرة بالتغير وليس بقلة الماء وكثرته. الطريقة الأخرى التفريق بين الماء القليل والكثير، فأيهما ينجس بسقوط النجاسة؟ القليل، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير. إذن طريقة مالك يتغير فينجس قليلا كان أو كثيرا، وكذا الظاهرية. الجمهور فرقوا بين القليل والكثير، فالقليل ينجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير. طيب ما الضابط بين القليل والكثير؟ اختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة: الماء الكثير بحيث إذا حرك آدمي أحد الطرفين منه لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر، يعني جئت إلى طرف الماء فضربته بكفك أو ألقيت فيه حجرا فيبدأ يتحرك وتموج دوائر الماء، فإذا كانت أمواج الماء ودوائره قد بلغت الطرف الآخر فهذا ماء قليل كماء في مسبح أو بركة صغيرة. فأما إذا تحرك طرف الماء، حركه آدمي بيده أو بشيء معه، فسرت الحركة لكن من عمق الماء وبعده انقطع ذلك التحرك فلم يصل إلى الطرف الآخر فهذا ماء كثير. هذا طريقة الحنفية في التفريق بين الماء القليل والكثير. وأما الشافعي فقال: الماء إذا بلغ قلتين من قلال هجر ونحو من 500 رطل فإنه يكون كثيرا، واستدل بحديث أبي داود والترمذي: إذا بلغ الماء، إذا كان الماء كثيرا وبلغ قلتين لم يحمل الخبث. وعن مالك رواية أخرى أن النجاسة تفسد قليل الماء ولم يجعل للكثير حدا، وفي رواية عنه يكون مكروها، وسيأتي كلام الشارح رحمه الله. سبب الاختلاف يا أحبة بين الفقهاء في هذه المسألة في الماء والتفريق بين القليل والكثير أو بين التغير وعدم التغير هو النظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا مع حديثه الذي مر بنا في المجلس الماضي، النهي عن إيراد اليد في الماء قبل الغسل. إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل، فلا يتوضأ قبل أن يغسل، فلا يدخل يده قبل أن يغسلهما ثلاثا، فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. ما علة النهي عن إدخال اليد قبل غسلها؟ ليس للنجاسة. مر بكم هناك فمن قائل إنه للتعبد ومن قائل إنه يسلبه الطهورية. فمن نظر إلى هذين الحديثين، تعارض حديث الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم، هذا حديثان دل على أن شيئا ما يؤثر في الماء إذا كان راكدا، إدخال اليد أو سقوط البول أو اغتسال الجنب. فهذان حديثان وكلهم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه
يقضيان بأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، صح؟ ماء في إناء وماء راكد، فإذا وسقطت فيه نجاسة أو بول أو أدخلت فيه يد المستيقظ قبل أن يغسلها أثر في الماء فلا يصح الوضوء منه. هذان الحديثان قابلهما أحاديث فيها دلالة على أن الماء القليل لا يتأثر بالنجاسة إذا لقيها، وهي ثلاثة أحاديث. أولها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوبا من ماء، قالوا فهو ظاهر في أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، ألم يسكب ذنوب الماء وهو ماء قليل دلو من ماء سكب على موضع بوله، فلو قلت إن قليل الماء إذا لقي قليل النجاسة أفسد ما طهر المكان، لكنه لما طهر البقعة أو المكان الذي أصابه البول دل على أن الماء لم ينجس بملاقاة النجاسة. والدليل الثاني حديث بئر بضاعة لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقى فيها الحيض وأمر بالنزح والحكم على بقية الماء بطهارته وجواز استعماله، فلو كان نجسا لما صح ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الماء طهور لا ينجسه شيء، فأراد العلماء الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث واختلفوا في طريقة الجمع. فمنهم من قال حديث أبي هريرة في النهي عن إدخال اليد في الماء أو عن البول في الماء تعبدا وليس لأن الماء ينجس، وهذه طريقة الظاهرية، إدخال اليد في الماء لا ينجسه، ووقوع البول في الماء لا ينجسه، فكل ماء قليل لا يفسد بملاقاة النجاسة، دل على ذلك حديث بول الأعرابي وحديث بئر بضاعة وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا قلت لكن حديث النهي عن الاغتسال وهو جنب والحديث عن البول قال لا ليس للنجاسة، ما هو؟ قال تعبدي، النهي عن استعمال الماء تعبدا لا من أجل نجاسته. هذه طريقة، فتأولوا حديث أبي هريرة في الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم بأنه ليس لنجاسته بل لحكم تعبدي. وسيأتينا حتى لو قالوا حتى لو صب إنسان البول في قدح في ذلك الماء لما كره التوضؤ به لأنه لم يتبول فيه، سيأتي كلامهم الرد عليهم. الإمام مالك رحمه الله وافقهم في القول بأن الماء لا ينجسه إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، لكنه جعل حديث أبي هريرة في الاستيقاظ من النوم حديث الماء الدائم محمل النهي على الكراهة، فيكون الماء المستعمل بإدخال اليد أو بوقوع أو باغتسال الجنوب فيه مكروها في الاستعمال لا حراما، وهي إحدى الروايات عنه. طيب الفرق بين قول مالك وقول الظاهرية؟ الظاهرية يحرمون استعمال الماء مع عدم الحكم بنجاسته بل تعبدا، طيب قالوا يكره ليس يحرم وإن استعمله جازا. الشافعي وأبو حنيفة ومعهم أحمد حملوا حديث أبي هريرة في الاستيقاظ وحديث الماء الدائم على الماء القليل، وأجابوا عن بقية الأحاديث. حديث بئر بضاعة قالوا ليس قليلا، حديث بئر وماء البئر ليس قليلا فليس من محل النزاع، والماء طهور لا ينجسه شيء محمول على الكثرة فيخرج منه الماء القليل فيبقى على الكثرة وليس كل ماء قليل، أو تخص منه الماء الذي لم ينجسه شيء يؤثر عليه. طيب بقي حديث الأعرابي، قالت الشافعية كما مر بكم في الدرس الماضي الفرق بين ورود النجاسة على الماء وإيراد الماء على النجاسة، وفي حديث الأعرابي أوردنا الماء على النجاسة وليس العكس، وتقدم بك أن إيراد الماء على النجاسة فإنه يزيل عينها، وإذا سقطت النجاسة في الماء أثرت فيه، وسمعت أيضا التدقيق في كلام الصنعاني في تعقب مثل هذا التفريق. والحنفية أيضا يقولون في ورود الماء على النجاسة إنه يغسلها، ومر بك كلام الصنعاني أن التحقيق في أنه يعتبر آخر جزء من الماء في وروده على النجاسة كالكثير في إذهاب عين ما بقي منها بعدما ذهبت أجزاؤها شيئا فشيئا ونحو هذا. قال ابن رشد بعدما حكى هذا الإيجاز وهو حكاه مطولا، قال وأحسن طريقة في الجمع، هذا ترجيح ابن رشد، أن يحمل حديث أبي هريرة، أي حديث
الاستيقاء والماء الراكد أن يحمل على الكراهة. وحديث بئر بضاعة وحديث أنس اللي هو بول العرابي على الجواز، هي طريقة الإمام مالك أن الماء مكروه. قال لأن بهذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهره، أعني حديثي أبي هريرة، من أن المقصود بهما تأثير النجاسة في الماء، فيكون الماء مكروها مع جواز استعماله لا حكما بالتحريم أو سلبا لطهوريته. هذا مختصر ما فهمت من كلام الفقهاء، وسيأتيك أيضا في كلام الشارح رحمه الله مزيد تفصيل لمأخذ كل مذهب منها. قال رحمه الله: أولا في طريقة الحنفية هذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد يعني مطلقا وإن كان أكثر من قلتين. متى ينجس الماء الراكد؟ بسقوط النجاسة فيه. فلو قال قائل الحديث تكلم عن البول، ها نعم، فيقال كل نجاسة في حكمه، ذكر البول لكن يلحق به كل النجاسات، فأي نجاسة تقع في الماء القليل أو الماء الراكد فإنها تؤثر فيه وتنجسه قليلا كان أو كثيرا. قال: فإن الصيغة صيغة عموم الماء الدائم، الماء اسم جنس فيشمل القليل والكثير لأن النهي للتحريم. نعم. صلى الله إليكم. قال: وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم. أي عموم؟ الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا قالوا النهي عن الماء القليل دون الكثير؟ إذن هو خصصوا هذا العموم، خصصوا عموم قوله الماء الدائم، قالوا يقصد بما كان قليلا، هذا تخصيص. نعم. قال: وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير. بالتغير. طيب، إذن يقولون: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. أي ماء دائم؟ القليل فقط. أما الكثير فلو بال في ماء بحر أو نهر جار قالوا فلا يؤثر في نجاسته. طيب، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قالوا ذاك يقصد به الماء القليل، لكن الماء الكثير وإن كان دائما كبركة كبيرة ومصانع مكة كما يقول الحنابلة، الأحواض الكبيرة التي تجتمع فيها المياه كمصانع مكة التي كانت في طريق الحجاج، قالوا فهذا الماء الكثير وإن كان دائما لو بال فيه أحد فإنه لا يؤثر فيه. فلو قلت لهم: وماذا تفعلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري؟ قالوا ذاك إذا كان قليلا. من أين خصصوا هذا العموم وقيدوه بالقليل؟ قال: حملوا النهي على ما دون القلتين، ويقولون إن الماء إذا كان كثيرا لا يتنجس، ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير. ليش هذا إجماع سيحكيه المصنف أن الماء إذا تغير ولو كان كثيرا فإنه ينجس، وهذا إجماع محكي بعد قليل. لماذا قالوا؟ ها، مأخوذ؟ مأخوذ من حديث القلتين. ما حديث القلتين؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث مخرج في مسند أحمد والسنن وفي صحاح ابن خزيمة وابن حبان وعند الحاكم في المستدرك والدارقطني، وصححه هؤلاء ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، فيما أعله بعض الأئمة كابن عبد البر باضطراب في سنده، والراجح تصحيحه، وقد نقل الخطابي أن جل العلماء والأئمة الكبار على تصحيح الحديث، فالحديث صحيح ومدار فقه الأئمة عليه أن الماء إذا كان كثيرا لا يحمل الخبث، يعني لا تؤثر النجاسة في طهارته أو طهوريته، فيبقى لكثرته لا تؤثر فيه النجاسة. ولذلك لو وقع فيه بول أو غائط عذرة أكرمكم الله، أو مات فيه حيوان وكانت فيه جيفة حمار، فإنها إنما تؤثر في المجاور له المتغير. لكن الماء الكثير كماء خزان في بيت، أو ماء في بركة كبيرة، أو مسبح عظيم كبير وواسع، ف
فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير. ليش قلنا إذا تغير؟ للإجماع على أن الماء متى تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس. فإذا لم يتغير، ولو رأيت النجاسة جيفة الحمار أو الفأر الميت أو رأيت فيه البولة أو العذرة، طالما لم تجد الماء الذي أخذته من ذاك الماء ليس متغيرا فهو محكوم بطهارته. قال الشافعية والحنابلة مثلهم: الماء المنهي عن البول فيه المتغير بسبب البول ويكون نجسا هو الماء القليل. بماذا خصصوا هذا العموم إذا كان الماء لا يبلن أحدكم في الماء الدائم؟ بماذا خصصوا هذا العموم؟ بحديث القلتين. طيب هيركزوا معي، عندنا حديثان، أحدهما حديث الباب معنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. أين العموم؟ الماء الدائم يشمل ماذا؟ يشمل الماء الدائم الراكد قليلا كان أو كثيرا، قلتين أو أقل، هذا عموم. لكنه خاص في بول الآدمي، لا يبولن أحدكم دون غيره من النجاسات. يقابله حديث القلتين: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث خاص في الماء، أي ماء؟ القلتين، خاص في الماء الكثير. إذا كان الماء قلتين، هذا الماء الخاص الكثير هو الذي لا يحمل الخبث، أما الماء القليل فيحمل الخبث إذا وقع فيه، ومعنى حمله الخبث تأثره به نجاسة بسلبه للطهورية. فالحديث حديث القلتين خاص في الماء لكنه عام في النجاسات، لم يحمل الخبث. فماذا قالت الشافعية؟ قالوا عموم حديث الماء الدائم نخصصه بحديث القلتين، حديث القلتين خاص في الماء وحديث الماء الدائم عام. ومن القواعد إذا تعارض عام وخاص حملنا العام على الخاص. ما معنى حمله عليه؟ تخصيص العموم. فتقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلا إذا كان كثيرا، فتخصص الماء الكثير إذا بلغ قلتين فما زاد، فيبقى في النهي الماء القليل فقط، فيكون معنى الماء الدائم بين قوسين القليل دون القلتين، تخصيصا لعموم هذا الحديث بخصوص الحديث الآخر، وما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير. سيأتيك الآن بعد قليل الإمام أحمد عمل بطريقة أخرى في النظر إلى الحديثين، قال: أليس حديث لا يبولن خاص في بول الآدمي وحديث لم يحمل الخبث عام في النجاسة؟ فجعل العموم في قوله لم يحمل الخبث، الخبث العام مخصص ببول الآدمي، لأنه قال لا يبولن بول الآدمي وما في معناه. فماذا قال؟ قال: بول الآدمي وما في حكمه مقدم لأنه خاص، فينجس الماء ولو كان أكثر من قلتين. طيب وحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قال: إلا بول الآدمي. من أين؟ قال: من حديث لا يبولن أحدكم. فنظر إلى عموم وخصوص من جهة أخرى. أريد أن أقول في الحديثين عمومان وخصوصان، أحدهما متعلق بالماء والثاني بالنجاسة. هذا لتمعن النظر رعاك الله في فقه الأئمة والصنعة الأصولية في التعامل مع الأدلة. وينبني على هذا من المسائل فقه عظيم، ومن قرأ في كلامهم واستعراض الأدلة وإلجابة عنها وقف على عمق كبير في دلالة هذه المسألة على الأحكام التي يقررون. فقال أحمد رحمه الله: بول الآدمي وما في حكمه خاص، فينجس الماء ولو كان أكثر من قلتين. غيره من النجاسات غير بول الآدمي تعتبر فيه القلتان، فإن كان قليلا تنجس وإن كان كثيرا لا، إلا بول الآدمي إذا وقع في الماء ولو كان كثيرا فإنه ينجسه. لما قال للنص عليه في قوله لا يبولن أحدكم، فأعمل العموم والخصوص في الماء وفي النجاسة معا، فقال بهذا القيد الذي زاد فيه على ما قرره الشافعية. أما الإمام مالك فتقدم قبل قليل حمل النهي على الكراهة، لا يبولن على الكراهة، والماء عنده ليس نجسا، فالماء لا ينجس إلا بالتغير، فإذا تغير كان حراما وإلا بقي مكروها. نعم. وأصحاب الشافعي، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين
ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير، مأخوذ من حديث القلتين، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين. أي حديث عام؟ حديث الباب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، حمل هذا النهي على ما دون القلتين جمعا؟ جمعا بين الحديثين. أي حديثين؟ حديث أبي هريرة هنا لا يبولن، مع حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ما معنى الخاص مقدم على العام؟ عند التعارض فالخاص أقوى، ومعنى التقديم أن يكون الحكم له فيقضى به على العام، هذه طريقة في التعبير، أو يقولون فيحمل العام عليه، والطريقة الثالثة يقولون بتخصيص العموم، وهذا كله بمعنى واحد، لأن الخاص عند الجمهور أقوى من العام، وسبب ذلك أن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية، ومعنى ظنية محتملة، وأما الخاص فقطعي الدلالة، هذا عند الجمهور. وإلا فالحنفية يسوون بين دلالتي الخاص والعام، وهي عندهم كلاهما قطعية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النذر. من العذرة المائعة، والعذرة أكرمكم الله المقصود بها نجاسة ابن آدم أو الغائط الخارج منه. نعم، ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان. غير البول وما في معناه عند أحمد، غير البول ينجس الماء القليل دون الكثير، أما البول عنده فينجس القليل والكثير. وبنفس الطريقة كما قال الشافعية في الجمع بين الحديثين عموم الماء وخصوصه، هو أيضا نظر إلى عموم النجاسة في حديث القلتين وخصوصها في البول في حديث النهي عن البول في الماء الدائم. نعم، وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاما بالنسبة إلى النجاسات. بالمناسبة هذه الطريقة عند الحنابلة في التفريق بين البول وغيره، هذه التي اعتمدها متقدم الحنابلة والمتوسطون منهم، أما المتأخرون وهو الظاهر في المذهب عندهم أن البول والعذرة كسائر النجاسات، يعني على طريقة الشافعية لا ينجس الماء الكثير إلا إذا تغير، ولا فرق بين بول الآدمي وغيره، إنما هذه طريقة المتقدمين منهم. نعم، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في الحديث في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون فينجس الماء، يعني البول وحده ينجس الماء. نعم، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. طيب، هذه خلاصة طريقة الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة. نعم، واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص. ما ظاهر الحديث؟ عموم الماء الدائم. السؤال: من الذي أجرى الحديث على ظاهره الماء الدائم ينجس قليله وكثيره؟ الحنفية. حتى الحنفية يستثنون منه شيئا، ما هو؟ الماء الكثير المستبحر. حتى الحنفية لا يقولون إن ماء البحر ينجس إذا بال فيه أحد. في النهاية الحديث ليس على ظاهره المطلق عند الكل، فلا بد من إخراجه عن ظاهره، يعني من تأويل الظاهر هذا المطلق على عمومه الذي لا يراد. ما سبب الحاجة إلى صرف هذا اللفظ العام عن ظاهره بالعموم؟ قال: انعقاد الإجماع على شيئين
لا يدل عليهما الحديث. واعلم، قال واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. هذا إجماع أول. والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. هذا إجماع ثاني. هذان إجماعان، الأول أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة كماء البحر والأنهار الكبيرة، حتى الحنفية الذين يقولون بتنجيس الماء قليله وكثيره لا يضطردون في أن ماء البحر إذا بال فيه إنسان حرم على أهل المدينة أن يستعملوا ماء البحر لأن فلانا تبول فيه، ما يقول هذا أحد. فالإجماع منعقد، والإجماع منعقد على أن الماء متى تغير كنهر جار لكن وقعت فيه جيفة، أو ماء خزان كبير جدا وقع فيه فأر أو كلب أو قرد فمات فتأثر الماء وتغير فإنه نجس ولو كان كثيرا جدا. هذان إجماعان يوجبان عليك حمل الحديث على غير ظاهره بالتخصيص أو التقييد، فيبين لك لضرورة الحاجة إلى حمل الحديث على غير ظاهره، يبين لك مسالك العلماء كيف جعلوا معنى الحديث متفقا بما لا يتعارض مع الإجماعين المذكورين. نعم. فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لابد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة. يعني إذا قال لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قال مالك هذا على الكراهة، فيقال للمالكية طيب وإذا تغير؟ قل لا، يصبح حراما. فإذا حتى هم يحتاجون إلى تقييد للحديث. قال إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لابد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة. يخرجها عن ماذا؟ عن الحكم بالكراهة إلى التحريم، فتكون عنده حراما. فإذا قوله لا يبولن، أو الحديث الثاني لا يغتسل، يقول المالكية النهي هنا للكراهة. والماء ليس نجسا، فلو اغتسل فيه صح ذلك وجاز، إلا إذا تغير فيقول لا يصح التطهر منه، أصبح نجسا. طيب والنهي الذي فيه لن يكون للكراهة، سيكون للتحريم، للمنع منه، ولا يصح. فإذا حتى المالكية يحتاجون إلى جواب. قال فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة بناء على مذهبه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا بد أن يخرج عنه صورة التغير، أعني عن الحكم بالكراهة. نعم، أعني عن الحكم بالكراهية، فإن الحكم ثم التحريم متى؟ إذا تغير. نعم، هو يقول الماء الذي بال فيه شخص أو اغتسل فيه جنوب ليس حراما، بل ماء مكروه، والنهي للكراهة ولو استعمله جاز، لكنه يقول إذا تغير لم يعد الحكم مكروها ولا النهي للكراهة، سيكون للتحريم وسيكون الماء نجسا على قاعدته. قال فإذا سيكون الحكم ثم للتحريم. فإذا لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل. نبه ابن رشد في المقدمات أن هذا التفريق المنقول هاهنا عن مالك، وابن دقيق العيد كما مر بكم مالكي شافعي، يتفقه على مذهب مالك وحذقه وأتقن، وشيخ ووالده شيخ المالكية كذلك بالصعيد. قال هذا التفريق بين الماء إذا تغير وإذا ما تغير، قال هي رواية المدنيين عن مالك، وروى المصريون عنه أن ذلك يؤثر فيه إذا كان قليلا، أما الكثير فلا، على طريقة الشافعية والحنابلة. قال وقاله كثير من أصحابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلأصحاب أبي حنيفة أن فلأصحابي، وبعدين يقول ويقول أصحاب الشافعي، ثم يقول ويقول من نصر قول الإمام أحمد. ماذا يسوق الآن؟ طرق الأئمة في الخروج عن حمل الحديث على عمومه من غير تقييد، يعني طرق الأئمة في تقييد ظاهر الحديث أو تخصيصه، لأنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا ليس كل ماء دائم، فهذا يقول إذا تغير، وهذا يقول إذا كان قليلا، وهذا يقول إذا كان كذا، فكل
أراد بيان أن الحديث ليس على ظاهره. ما الذي دعاهم إلى تأول الحديث؟ انعقاد الإجماع على شيئين: أن الماء ينجس إذا تغير، وأن الماء كذلك المستبحر الكثير جدا لا تصيبه النجاسة أو لا تؤثر فيه. فالآن يعطيك إجابات المذاهب. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير. عنه عن ماذا؟ خرج عن الحديث. نعم، خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع. فالحنفية كأنهم خصصوا عموم الحديث بالإجماع على أن الماء المستبحر الكثير جدا خارج عن هذا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلا المستبحر. طيب هذا إلا الاستثناء والتخصيص من أين جئت به؟ قال بالإجماع، فيكون دليل التخصيص الإجماع. نعم، قالوا فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. طيب هذه طريقة الحنفية. نعم، ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. تمام، الشافعية قالوا نخرج الماء الكثير كما قالت الحنفية بالإجماع، ونخرج الماء الذي بلغ القلتين وإن لم يصل حد الاستبحار الكثير بالحديث، بحديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فجعلوا هذا مخصصا بالإجماع الماء المستبحر، وماء القلتين فما زاد مخصصا بالنص. طيب والحنفية؟ الحنفية ما أعملوا حديث القلتين واكتفوا بالتخصيص بالإجماع. نعم، ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما خرج ما ذكرتموه. إيش؟ الماء المستبحر بالإجماع والقلتان بحديث ابن عمر، وماذا سيزيد الحنابلة؟ تنجيس بول الآدمي. نعم، وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فيخص ببول الآدمي. وقلت لكم هذه طريقة المتقدمين من الحنابلة، والمتأخرون كما ذكر عند الشافعية فقط يخصونه بحديث القلتين. نعم، ولمخالفهم الضمير يعود إلى من؟ مخالف الكل؟ مخالف الحنابلة. ليش الحنابلة؟ لأنهم انفردوا بمسألة بول الآدمي، فسيريدوا إيرادا على ما زاده الحنابلة بالتخصيص ببول الآدمي بشكل اعتراض محتمل وارد. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى، فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. هذا إيراد على ما قرره متقدم الحنابلة من التفريق بين بول الآدمي بين قوسين وما في معناه وبين غيره من الأنجاس، أن يقال النظر إلى البول من حيث هو بول أو النظر إلى معناه، فإن قلت المعنى وهو الاستقذار والنجاسة فينبغي أن يكون بول الآدمي وسائر الأنجاس ما كان مثله أو أقذر منه طالما تحقق فيه معنى الاستقذار فيتحد، وبالتالي لا معنى لخصوصية بول الآدمي، فلا يبقى لتخصيصه معنى، ويحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها، أو تقول
ورد ذكر بول الآدمي لأنه الأقرب أو الأكثر وقوعا بالنسبة إلى واقع الناس واستعمالاتهم مع الماء دون غيره من النجاسات. يعني لم يقل نجاسة مثلا جيفة الحيوان المنتنة، ولم يقل سقوط الفأر وتردي الحيوانات في الأنهار وموتها، باعتبار الأكثر شيوعا أو الأقرب إلى استعمالاتهم، فذكر البول خاصة. قال وإلا لو توقفوا على هذا على مجرد الظاهر مع جلاء المعنى والنظر إلى المقصود فسيكون ظاهرية محضة. يعني أورد هذا على سبيل الذم، وأن الالتزام بمجرد ظاهرية ذكر البول سيكون وقوفا عند مجرد ظاهر اللفظ مع إهمال للمعنى الذي يتضح بجلاء، وليس هذا من دأب المحققين المنصفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما مالك رحمه، قال أولا فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا كذا، ثم قال ويقول أصحاب الشافعي كذا، ثم قال ويقول من نصر قول الإمام أحمد كذا، ثم أورد تعقيبا على تخصيص البول للآدم عند الحنابلة ولمخالفهم أن يقول كذا، من بقي؟ مالك. قال وأما مالك رحمه الله. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. إذن طريقة مالك رحمه الله كما تقدم أيضا هو مع الجمهور، الماء المستبحر الكثير خصصناه بالإجماع، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلا إذا كان مستبحرا كثيرا فليس مقصودا، هذا بالإجماع. وحمل النهي من بين سائر الأئمة حمله على الكراهة، لا يبولن أحدكم، قال النهي للكراهة، والذي جعله يقول بالكراهة ما تقدم الحديث الأخرى، حديث بول الأعرابي، حديث أنس، وحديث بئر بضاعة، وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. فبالتالي قال طالما تقرر أن الماء طهور فنحمل النهي هنا على الكراهة. لكنه أعني مذهب مالك يقول إن الماء إذا تغير كان نجسا فسيكون النهي للتحريم. يبقى هنا إشكال أصولي أنه سيجعل النهي في قوله لا يبولن أو لا يغتسل أحدكم سيجعله مرة محمولا على الكراهة ومرة على التحريم، وهل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا؟ فيه خلاف أصولي، والمحققون على المنع منه. يعني النهي هل هو حقيقة في التحريم أم في الكراهة؟ النهي حقيقة في التحريم، مجاز في غيره من المعاني، مجاز في الكراهة، مجاز في الإباحة، مجاز في معان أخر. فاللفظ إما أن يراد به في الدليل الواحد في اللفظ الواحد إما أن يراد به حقيقته أو مجازه، فمن قال للتحريم فقد أبقاه على الحقيقة، ومن قال للكراهة فقد حمله على المجاز ويحتاج إلى قرينة ودليل. لكن لا يصح أن تأتي للدليل الواحد فتقول هو محمول على معنييه، الحقيقة إذا كان كذا والمجاز إذا كان كذا، واللفظ واحد في دليل واحد. نعم. قال وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهية ليستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. ما المسألة؟ حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا. نعم. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. هذا جواب أو مخرج أن تقول إن الإمام مالكا رحمه الله ما حمل اللفظ مرة على الكراهة ومرة على التحريم، بل أبقاه على الكراهة، وأما التحريم فمن دليل آخر وهو الإجماع أن الماء إذا تغير حرم استعماله، فلم يحمل النهي هنا على التحريم بل على استعمال واحد. قال وهذا متجه
إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير. نعم، أحد الإجماعين المذكورين قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني. الآن انتهينا من أول مسألة في الحديث من بداية المجلس إلى اليوم، لكن لا تقلق، والوجه الثانية صغيرة. نعم، الوجه الثاني. الوجه الثاني: اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه. يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. طيب والوضوء؟ نص على الاغتسال. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهى عن الغسل. طيب وما بال الوضوء؟ قال: اعلم أن النهي لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه. نعم، قال: اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ها هنا جوابان، ما هما؟ سمعت السؤال؟ لو قال لك طالب علم مبتدئ ورآك طالبا في الشريعة وتفهم في الفقه وفي الأصول، قال لك: الحديث يقول لا يغتسل، نهى عن الغسل، وأنا أريد أن أتوضأ فقط، فتقول له: لا، الوضوء كذلك منهي عنه. قال لك: الحديث ما قال وضوء، ذكر الغسل فقط. ها هنا جوابان، ها؟ المعنى والرواية. المعنى أن الوضوء في معنى الغسل. لماذا منع الغسل؟ لماذا منع الغسل؟ لتأثر الماء بوقوع البول أو باغتسال الجنوب فيه، فطالما تغير الماء وسلب الطهورية فالغسل والوضوء بمعنى واحد. هذا عقلا أو معنى. وأما الرواية، الجواب الثاني أنه كما سمعت ورد مصرحا به في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذه الرواية رواها بعض أصحاب السنن كالنسائي والترمذي وصححه، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة، وزادوا في رواية ابن خزيمة وابن حبان: ثم يتوضأ منه أو يشرب. وهذه من فوائد الجمع بين روايات الحديث المخرجة، وطريقة الشراح المحدثين تفيد في هذا كثيرا، فيكون جوابا عن إشكال واقع وجمعا بين الروايات للحديث الواحد. نعم، الحديث ثم يتوضأ أخرجه أحمد كذلك وابن خزيمة وأصحاب المصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة رحم الله الجميع. ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم. أي حكم؟ أن سبب المنع من استعمال الماء الذي وقع فيه البول أو اغتسل فيه الجنب، ما المعنى؟ سلب الطهورية، وهذا لا فرق فيه بين الوضوء والغسل. نعم، ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات. الثالث: ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف. عند البخاري اللفظان: ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه، والذي أخرجه مسلم: ثم يغتسل فيه. قال: ومعناهما مختلف. إيش وجه الاختلاف؟ ثم يغتسل فيه جعل الماء ظرفا يدخل فيه ويغتسل بالانغماس، ثم يغتسل منه للتبعيض، يأخذ منه ويغتسل. جاء النهي عن الاثنين: الماء الذي وقع فيه البول لا تنغمس ولا تتناوله بشيء، فإنه سلب الطهورية، فلا فرق بين الانغماس فيه وبين الأخذ منه. نعم، قال: ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه. قال الحافظ ابن حجر: وجهه أن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص، لأنه قال فيه، قال: وتدل على منع التناول بالاستنباط. ثم يغتسل فيه، النص هنا عن الانغماس،
وطالما نهى عن الانغماس فيستنبط منه أن التناول أيضا ممتنع. قال: والرواية بلفظ منه بالعكس، ثم يغتسل منه تدل على التناول بالنص وعلى الانغماس بالاستنباط. قال: فطريقة دلالة اللفظين على الحكم مختلفة. نعم. ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويا لما ذكرنا. يعني حتى لو افترضنا أن الحديث جاء بإحدى الروايتين فإنها تفيد المعنيين الانغماس والتناول، وهذا من فوائد أيضا النظر في الروايات، فلو لم ترد لكانت اللفظة الواحدة كفيلة بالدلالة على المعنيين الانغماس والتناول معا. أحسن الله إليكم. الرابع: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء. ما الكوز؟ إناء يشرب به مثل الكوب لكن له عروة، يعني له يد تمسك به فيسمى كوزا. نعم. قال: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. السؤال أولا: هل هذا ثابت عن الظاهرية أم هو مما ينسب إليهم تشنيعا عليهم وعند التحقيق لا يثبت عنهم؟ لماذا السؤال؟ لأن القول في غاية الغرابة. قال الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء. قال: فلو ذهب وبال في إناء أو في سطل أو في أي شيء ثم جاء وسكب البول فلا يؤثر، أو لو بال في منحدر يصب في الماء فإنه لا يؤثر لأنه ما بال في الماء. نعم، ما بال في الماء مباشرة. القول في غاية الغرابة، وأنت تراه أنه لا يحتاج إلى فقه ولا أصول فقه لتحلل ضعف هذا القول. فلو جئت لإنسان عادي ما عنده من العلم حظ فقلت له: ما الفرق بين كذا وكذا؟ ما يرى فرقا. فهم يقولون: بلى، الحديث قال لا يبولن في الماء، وهذا ما بال في الماء، بال في الإناء أو بال في الحمام أكرمكم الله ثم أخذته قنوات الصرف ووقعت في البحر أو في النهر أو في البركة أو كذا، فهو ما بال في الماء، وقع فيه البول وهو لم يتبول فيه. فالسؤال أولا: هل هذا ثابت عن الظاهرية؟ الجواب نعم، وابن حزم رحمه الله تعالى على جلالة قدره وإمامة علمه ذكر هذا في المحلى، ومن هنا شنع العلماء، وهذه تكاد تكون أشد مسائل الظاهرية تشنيعا عليهم، بل اتكأ عليها كثير من فقهاء المذاهب الذين أسقطوا الظاهرية من مذاهب الاجتهاد. اترك مخالفتهم في القياس، تلك مسألة أخرى، لكن حتى هذا من المسائل التي يعني بالغ فيها العلماء في التشنيع على الظاهرية. وابن حزم رحمه الله قرر المسألة بنفس طويل وناقش وأخذ وأعطى وألزم المذاهب الأخرى بتفريقات أخرى مثل تفريقهم في هذه المسألة. يقول: كيف تجيزون لأنفسكم التفريق هناك وتشنعون علينا التفريق هنا؟ نعم، هذا أولا إذا ثبت هذا عن الظاهرية، وابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى في المجلد الأول ذكر هذا. نعم. قال: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. مما قاله ابن حزم رحمه الله: إن كل ماء راكد قليلا كان أو كثيرا من البرك العظام وغيرها لو بال فيه إنسان فإنه لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل. لمن؟ للبائل خاصة، وإن لم يجد غيره ففرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل،
وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، هذه واحدة. قال ولو أنه تغوط فيه أو بال تغوط فيه، ما بال تغوط، أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم تتغير له صفة، فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله فيه ولغيره. فهو وقوف عند لفظ الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال هذا ما بال تغوط، والنهي عن البول لا عن الغائط، والنهي عن الشخص الذي وقع منه البول لا غيره، ففرق بهذه المسائل المذكورة. نعم. والعلم، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون، بل هو مقطوع به. يقول ليست هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تتفاوت فيها الأنظار ويسوغ فيها الاختلاف فنقدر لهم اختلافهم. قال هذا مما يعلم قطعا بطلان قولهم، لأنه يستوي الأمران، أي أمرين؟ أن يبول في الماء أو يبول خارج الماء ثم يقع البول فيه. قال وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون أو من محال الظنون كما في بعض النسخ، بل هو مقطوع به. بن دقيق العيد رحمه الله هنا اختصر على هذا القدر، لكنه رحمه الله تعالى في شرح الإلمام الذي هو مختصار من كتابه الإمام في أحاديث الأحكام تطرق لذلك، وذكر إيرادات لابن حزم على من نازعه، وأطال هناك وبسط الرد على كل ما قرره ابن حزم مما ذكره ابن حزم في المحلى، فوجه سهام الملامة إليه وأفاض في الإزراء عليهم فقهاء المذاهب، حتى أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبارهم في الأمة في حكاية الإجماع أنه لا يعتد بهم لا وفاقا ولا خلافا، وأن هذا دليل على أن فقههم لا يبنى على أي نظر ينسب إلى فقيه أو ناظر في الدليل. وابن حزم رحمه الله أيضا ليس بالذي أطلق المسألة هكذا بسذاجة دون تقرير أو نظر أو تعقب، لكنه أطال في مسألة تقرير ما يراه راجحا، وإن كان ضعيفا أو مطرحا لكنه أطال في تقرير المسألة، وأورد جملة من المسائل التي حصل فيها تفريق الفقهاء في المذاهب بين صور تبدو ظاهرة في شكلها مختلفة في حكمها، وذكر لهم أمثلة يريد إلزامهم بها. قال كتفريقهم في الغاصب للماء يحرم عليه شربه واستعماله وهو حلال لغير الغاصب، قل مثله، فنقول البائل في الماء يحرم عليه الماء ولا يحرم على غيره. وطبعا رد ابن دقيق العيد في شرح الإمام قال هذا ركيك جدا، ما ثبت لعلة يتعين إضافة الحكم إليها، بنى في الرد على وجوه وتقعيدات معددة. يقول هل البائل، ابن حزم يقول هل البائل في الماء وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، والشارب وغير الشارب، فالذي فعل المعصية يتحمل تبعتها والعقاب له، فلماذا يعاقب غيره؟ فمن سرق يقام عليه الحد وغير السارق لا حد عليه، من زنى يقام عليه الحد وغير الزاني ما ذنبه؟ يقول فكذلك، يقول هل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، والشارب وغير الشارب، والمصلي وغير المصلي، لكل اسم منها حكمه. قال وهل الشنعة والخطأ إلا أن يرد نص في البائل فيحمل ذلك الحكم عليه وعلى غير البائل؟ قل هذا كمن جعل الحكم في السارق على غير السارق، وحكم الزاني على غير الزاني، وحكم المصلي على غير المصلي، وهكذا في جميع الشريعة. قال نعوذ بالله من هذا، يعني يعوذ بالله مما فعله الجمهور في أنهم سووا بين من بال في الماء ومن لم يبل فيه. فعلى كل حال أورد وجوها كثيرة يناقش فيها. يقول مثلا أنتم الشافعية تفرقون في مس الذكر الناقض للوضوء بين من مسه بباطن كفه وبظاهر كفه، فتنقضونه بالأول لا بالثاني. فأورد مواضع من تفريق الفقهاء في المسألة ذات المحل الواحد بين صورتين متقاربتين، فيقول هذا دليل منكم على تجويزكم للتفريق. وأيضا يقول هؤلاء الشافعية فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل
فجعله يطهر بالحجارة، وبين ذلك البول في نفسه من الإنسان نفسه إذا بلغ بوله أعلى الحشفة فجعله لا يطهر إلا بالماء. ويسوق مواضع من هذا التفريق الذي يعمل به الفقهاء ملزما لهم أنهم فرقوا بين صور في بعضها في ظاهرها التقارب، يقول فهكذا نحن نبني على ما ورد به النص. وعلى كل حال فأقول هذا وأورد بعض مواطن إجابة ابن حزم على منتقديه لأجل شيء واحد، أنه لا يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القول وإن كان ركيكا في ظاهره ألا ينسب إلى هؤلاء الأئمة الكبار شيء من الازدراء لمقامهم أو مكانتهم أو الاستخفاف بعلمهم. يعني تظن أن أحدنا أبو نصف شبر في العلم يمكن أن يكون فهم مسألة غابت عن هؤلاء الأئمة الكبار علماء الإسلام الذين تشربوا من العلم فقها ورواية وسنة ووصولا وتقعيدا؟ ليس هكذا، إنما هو اجتهاد يوفق فيه من يصيب الحق فيؤجر ويكتب له الأجران، ويغيب الحق عن غيرهم بعد الاجتهاد الذي بذلوا فيه الأسباب فلا يحرمون من الأجر الواحد على اجتهادهم. ومثل ذلك كما قلت لكم يعني في مواطن كثيرة أطال فيها ابن حزم رحمه الله في المناقشة ومع الرد عليه، وناقشه العلماء في ذلك وأجابوا عن كل ما أورده إلزاما لهم إلى آخره. فهذا من باب النظر إلى إقرار مكانة العلماء بغض النظر عن الترجيح واعتباره قولا مقبولا أو مردودا، فهذا مقام آخر والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الرواية الثانية، بعدما انتهى من ذكر الأوجه المتعلقة بالحديث أراد أن يختم بالنظر في الرواية الثانية وهي قوله نعم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقد استدل به على مسألة المستعمل، فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. إذن الحديث الأول كما قلنا على الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وهذا الماء المستعمل لأنه اغتسل فيه جنب. نعم، فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده. يفسد ماذا؟ يفسده، يفسد التطهر به لأنه سلب الطهورية، فهل هو نجس؟ على خلاف، فمنهم من قال نجس ومنهم من قال طهور غير مطهر، يعني طاهر باصطلاح التقسيم الثلاثي. وحتى الحنفية الذين يقولون إنه نجس أيضا عندهم أقوال في المذهب، المفتى به عند الحنفية أنه طهور غير مطهر، ومنهم من يقول نجس ومنهم من يقول نجس نجاسة غليظة، فهم متفاوتون في مسألة حكم الماء الذي يغتسل فيه الجنوب. فإذا الكل متفق على أنه سلب طهوريته، لكنه تقول الماء المستعمل لا يصح التطهر به، إما لأنه نجس على من يقول بالنجاسة، وإما لأنه طاهر على من لا يقول بنجاسته. نعم، فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي وارد هاهنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به، يعني سلب الطهورية. نعم، إما لنجاسته، إما لنجاسته عند من يقول إنه أصبح نجسا، قال وهو قول لبعض الحنفية حكي عن القاضي أبي يوسف رحمه الله وحكي أنه رجع عنه ثم عاد إليه، فهو قول مقرر في مذهب الحنفية. نعم، إما لنجاسته أو لعدم طهوريته. والكاساني في البدائع ذكر عن الحنفية ثلاثة أقوال: أنه طهور غير مطهر، الماء نستعمل، أو أنه نجس النجاسة خفيفة، أو نجس النجاسة غليظة. نعم، ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر. الشافعي وأحمد، نعم، كذلك ليس من كلام ابن دقيق، نقول يعني في حكمه أيضا مذهب أحمد. أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال، نفس ما قلنا في الحديث الأول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب إلا إذا كان ماء مستبحرا كثيرا باتفاق الجميع، أو زاد على القلتين عند الشافعية والحنابلة. نعم،
ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه حمل هذا النهي على الكراهة. وقد يرجحه أن وجوب يعني قد يرجح قول مالك بحمل النهي على الكراهة. وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي. يعني مذهب مالك رحمه الله لما قال النهي للكراهة، قال الماء ما وجوه استعماله؟ إما عادة وإما عبادة. ما العبادة؟ الوضوء والغسل. وما العادة؟ الشرب والتبرد والطبخ إلى آخره. يقول لو حملت النهي على الكراهة صح إجراؤه في كل وجوه استعمال الماء، فتقول يكره في الوضوء والغسل، ويكره في الشرب، ويكره في الطبخ، ويكره في غسل الملابس إلى آخره. لكن لو قلت يحرم، فإنك بذلك تجعل بعض مصالح الماء خارجة أيضا عن الاستعمال. نعم. وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي. فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك. نعم، إذا حملته على سلب الطهورية، طيب أنا في الشرب ما أحتاج أن يكون طهورا، وفي صنع الشاهي ما أحتاج أن يكون طهورا، وفي الاستحمام وفي التبرد وفي الطبخ أنا ما أحتاج أن يكون الماء طهورا، يكفي أن يكون طاهرا. فلو حملته على التحريم منعته من ذلك، قال لا يناسب على وجوه استعمال الماء الأخرى غير التطهر. طب وإذا حملناه على الكراهة ممكن؟ هل ستقول إن الماء الذي اغتسل فيه الجنب مكروه أن تطبخ به؟ قل نعم. وما معنى الكراهة؟ الاستقذار، يا أخي هذا الماء قبل قليل اغتسل فيه الجنب ومشى، فتستقذره، فلها وجه أن تقول بالكراهة. فيقول فحمل مالك رحمه الله للحديث على الكراهة هو الذي يستوعب وجوه استعمال الماء. نعم. فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. قلنا كالتطهر والتبرد والشرب والطبخ وغسل الملابس ونحوه. وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة، لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز. يعني يكون فقط منتقدا أنه سيحمل النهي عن في الحديث على المجاز وهو على الكراهة، لأن النهي في حقيقته للتحريم. إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله هذا الماء الدائم الذي اغتسل فيه الجنب لأجل اختلاف العلماء فيه، قالوا أو لشبهه بالماء المضاف، وإن كانت الإضافة هنا لا تغيره، لأن إيش يقصدون بالماء المضاف؟ قال لأن أعضاء البدن لا تخلو غالبا من عرق ووسخ، وبالذات أعضاء البدن التي تصيب الوضوء، الوجه واليدان والرجلان، فإنها بارزة للغبار، فإذا خالطت الماء انفصل عنها الماء بما كان عليها من غبار أو وسخ أو عرق ونحوه، فلأجل ذلك اعتبرها مكروهة، وإن لم يقل بسلبها طهورية الماء. أما أصبغ من المالكية فقال كالشافعي إنه غير طهور، فلا يصح استعماله لسلبه الطهورية. هذا كلام الإمام الشارح رحمه الله تعالى على الحديث الخامس، وهو تمام مجلسنا الليلة. ولنختم بما جرت به العادة من النظر في بعض التطبيقات الأصولية على ما جاء في هذين الحديثين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه، ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل، وتقدم لك الكلام وآراء الأئمة فيه. أول ما في الحديث ما هو؟ النهي لا. وما دلالتها؟ تحريم. النهي هنا للتحريم على القاعدة
أن النهي في الشريعة لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم، لا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، كل نهي في الشريعة فالأصل فيه التحريم. فنقول لا يبولن، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البول في الماء الدائم، وحرم الاغتسال إذا جعلت ثم يغتسل بالجزم كما تقدم وهما رجحه الصنعاني، وإذا قلت ثم يغتسل فيكون من باب مراعاة الحال وذكر ما يترتب عليه. أيضا قوله لا يغتسل أحدكم في الرواية الثانية هو على التحريم، إذا دل الحديث على تحريم البول في الماء الدائم. من أين أخذ التحريم؟ من صريح نهي عليه الصلاة والسلام. ومالك رحمه الله حمل النهي على الكراهة، فيحتاج إلى قرينة. ما القرينة التي صرفت عنده هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة؟ الأحاديث الأخرى التي دلت على أن الأصل في الماء بقاؤه على الطهورية، حديث بول العرابي، حديث أنس، وحديث بئر بضاعة، وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم. تقدم في المجلس الماضي أن قوله أحدكم فيه ثلاث دلالات: واحدة الإضافة التي تدل على العموم، لا يبولن أحدكم يعني كل واحد منكم، فشمل كل أفراد الأمة، الصغير والكبير والرجل والمرأة، والرجل إذا كان متعلما أو غير متعلم بغض النظر عن عمره وسنه وجنسه، والمرأة سواء كانت طاهرة أو غير طاهر، حائضا أو غيرها، كل ذلك داخل، فهذا عموم. لا يبولن أحدكم، فلو قال قائل لكن غير المكلفين من الصبيان والأطفال لا يدخلون في الخطاب، فذاك لأصل قاعدة التكليف وهي شرط البلوغ أو شرط العقل، وهو غير متحقق، فخرج عن محل النزاع أو الدلالة. الدلالة الثانية في قوله أحدكم دخول المخاطب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه. والمسألة الثالثة تناول الحكم للمعدوم مع الموجود. لا يبولن أحدكم الخطاب لمن أمامه عليه الصلاة والسلام ومن يسمع كلامه، لكنه لما بعث للأمة بشرع إلى يوم القيامة معمول به، فإن الدلالة تبقى لمن يأتي بعدهم ممن كان معدوما زمن الخطاب، أن يكون بشرط التكليف أو على شرط التكليف. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء، ها الماء عموم، ما صيغة العموم هنا؟ اسم جنس محلى بأل، الماء أي ماء؟ كل ماء، فيشمل ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الإناء وماء المنزل الموضوع في القارورة أو الآنية أو القربة، يشمل الماء القليل والكثير، يشمل الماء الجارية في البحار والأنهار، والماء الراكد في المستنقعات، كل ذلك داخل، إذن هذا عموم. فلما قال الدائم، ها هذا تخصيص للعموم، فلو قال لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل اختلف المعنى تماما. فلما قال الماء الدائم ذكر وصفا خصص به عموم الماء، فليس كل ماء جاء التحريم والنهي عن البول فيه، بل هو الماء الدائم، وتقدم لكم ما معناه. إذن هذا وصف مخصص بعموم الماء، فماذا خرج منه؟ الماء الجاري والمتحرك وماء البحار والأنهار الجارية والينابيع إلى آخره. طيب، قوله الذي لا يجري، مر بكم أربعة أقوال، هل هي على التأكيد كما رجحه الشارح رحمه الله، أم هي على تأسيس معنى جديد كما ذهب إليه ابن الأنباري وأنها من الأضداد، وقيل إنها أيضا لبيان معنى يبين فيه بعض أنواع الماء الدائم كالبرك التي يجري بعض طرفها، وقيل في القول الرابع كما مر بكم أن المراد به وصف يتناول معنى للماء الذي يكون في ظاهره راكدا وهو في حقيقته جاريا ونحو هذا أو في معناه. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل، ثم للترتيب مع التراخي،
فنهى عن شيء ثم عقب بعد ذلك بعطف يحصل بعد البول وهو الاغتسال، فيغتسل منه. فقلنا إذا كانت برواية منه فهي للتبعيض وتتناول معنى التناول نصا والانغماس استنباطا، وعلى رواية ثم يغتسل فيه تكون للظرفية فتدل على الانغماس نصا وعلى التناول استنباطا. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا أداة نهي تدل على التحريم، ومن حمله على الكراهة يحتاج إلى قرينة. لا يغتسل، جاء النهي عن الاغتسال، أحدكم عموم كما تقدم، أليس كذلك؟ هذا العموم في قوله أحدكم مخصص وهو جنب، ليس المنهي كل الأمة عن الاغتسال في الماء الدائم. من المنهي عن الاغتسال؟ من كان جنبا. فقوله وهو جنب هذه جملة حالية، جملة حالية يعني حال كونه جنبا. هذه الجملة الحالية خصصت العموم في قوله أحدكم، وليس المقصود نهي الاغتسال لكل أحد، بل من كان جنبا فقط، فخرج منه غير الجنب، هل يجوز له الاغتسال في الماء الدائم غير الجنب؟ نعم يجوز له الاغتسال غير الجنب، يجوز له الاغتسال في الماء الدائم ولا كراهة ولا تحريم. الكلام على الجنب خاصة لأن النص تناوله، قال وهو جنب، فهي جملة حالية من قوله أحدكم وتخصيص لعمومه، فخرج منها كما قلنا غير الجنب، فلو اغتسل في الماء لم يمتنع. السؤال ما نوع التخصيص هذا وهو جنب؟ لا مقصد الاتصال والانفصال، المخصصات المتصلة أنواع، صفة وشرط وغاية واستثناء وهو جنب حال أو صفة؟ أحسنتم، الصفة في اصطلاح الأصوليين أعم منها في اصطلاح النحاة. فالصفة عند الأصوليين تتناول الصفة التي هي النعت عند النحويين والحال كذلك، فيدخل فيه. فقولهم حال، ما عندنا في الأصول التخصيص بالحال، عندنا التخصيص بالصفة، ويدخل فيه ما كان صفة وما كان حالا. فإذا هذا من نوع التخصيص بالصفة. إذا لا يغتسل أحدكم وهو جنب في الماء الدائم، هذا تقدير ترتيب الكلام. الماء الدائم كما تقدم الماء عموم، وخصص عمومه بالصفة وهو الدائم. إذن في الحديث أكثر من عموم، عموم أحدكم وعموم الماء، وهذا خصص بكونه ماء دائما، والآدمي المنهي خصص بكونه جنبا. إذن دل الحديثان على تأثير البول والجنابة في سلب طهورية الماء، أي ماء الدائم. مرة أخرى، دل الحديثان على تأثير النجاسة والجنابة في سلب طهورية الماء الدائم. هذه السلب للطهورية مؤثرة في كلام الفقهاء بالتفصيل الذي مر بكم ذكره، فالحنفية يقولون بالتنجيس، وغيرهم يقولون سلب الطهورية إما إلى الطهارة وإما بالكراهة كما يقول مالك، أو بالتحريم كما يقول غيره. عموم الماء مخصوص بوصف الدائم تخصيص بالصفة، وعموم أحدكم مخصص بقوله وهو جنب، وهو أيضا من التخصيص بالصفة. بقيت فائدة أخيرة، لما تكلمنا على يغتسل هل هي بالرفع أم بالجزم أم بالنصب، وفيه قاعدة أصولية، النهي المعلق بأكثر من شيء، أو النهي المعلق بمتعدد. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، على ما رجح الصنعاني أن رواية الجزم هي التي تفيد معنى جديدا، يعني لا يبولن ولا يغتسل. فإذا جاء النهي عن أكثر من شيء في لفظ واحد، ويسمونه النهي المعلق بالمتعدد، تارة يكون النهي عن الجمع وتارة يكون عن الجميع. والمقصود بالنهي عن الجمع عن الهيئة الاجتماعية دون الإفراد أفراد المنهي عنه، مثل ما تقول النهي عن نكاح الأختين، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، هو نهي عن ماذا؟
عن الجمع لا عن الجميع. ليش يعني لا عن الجميع؟ يعني نكاح إحداهما منفردة مباح ليس منهيا عنه. فالنهي عن ماذا؟ عن الجمع. فهذا مثال عن النهي عن الجمع عن الهيئة الاجتماعية. أما النهي عن الجميع يعني النهي عن كل واحد واحد، مثل النهي عن السرقة وعن الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقربوا الزنا. هذا النهي نهي عن الجميع يعني عن كل واحد واحد. حديث لا يبولن ثم يغتسل، هل هو نهي عن الجمع أو عن الجميع؟ لا يبولن ثم يغتسل نهي عن الجمع. طب حللها، لو قلت نهي عن الجمع فيكون النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، صح؟ طيب فلو أفرد أحدهما، فلو أفرد أحدهما جاز، هذا معنى النهي عن الجمع. لو أفرد البول وحده يجوز، لو أفرد البول وحده يعني بال ومشى، قل له مع السلامة. لا، إذن لو بال فقط أيضا وقع في النهي. فإذن النهي هنا وإن احتمل أن يكون عن الجمع أو عن الجميع فإنه ظاهر في الثاني أن يكون النهي عن الجميع يعني عن كل واحد منفردا. فإذا بال ولم يغتسل أيضا وقع في النهي. يدل لذلك رواية أبي داود والدارقطني وابن حبان، واللفظ عندهم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فجمع بين الروايتين الواردتين هنا حديثين منفصلين في الصحيحين كما تقدم، فدل على أن الظاهرة حتى يعني بعيدا عن تأول الفعل ثم يغتسل هو على الجزم أو على الرفع، لأن رواية الرفع غير صريحة لأن يكون مشمولا بالنهي، لكن رواية الأئمة كما تقدم تدل على النهي عن الجميع. تم الحديث عن هذا الحديث الخامس، ونشرع بعده في الحديث السادس إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.